بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. امبارح كان في احداث رياضية كتير جدا على المستوى الدولي والمحلي، ونبدأ من الدوري المصري وفريق بيراميدز اللي صعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري ممتاز بعد الفوز على غزل المحلة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة 29 من عمر المسابقة. وبالنتيجة دي رفع بيراميدز رصيده ل 52 نقطة في المركز الثاني لجدول الترتيب، وتجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز ال 14. نادي الإسماعيلي فاز على حرس الحدود بهدف وحيد أحرزه محمد الشامي في الدقيقة 56 من عمر المباراة اللي أقيمت امبارح باستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة 29 للدوري. بالنتيجة دي نادي الإسماعيلي بقى في المركز 11 برصيد 32 نقطة، ونادي حرس الحدود في المركز 18 والأخير برصيد 16 نقطة. إدارة نادي سيراميكا أعلنت التعاقد مع حلمي طولان رئيسا لجهاز الكرة ومديرا فنيا للفريق خلفا لمعين الشعباني، ويضم الجهاز المعاون لحلمي طولان مجدي علام مدربا عاما، والدكتور ممدوح المحمدي مدربا عاما أيضا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. حالة من السعادة سيطرت على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراتهم ضد إنبي يوم الثلاثاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري ممتاز، وخاض اللاعبين جانب من التدريبات البدنية في الجيم والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وقاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أعلن القائمة اللي هيخوض بيها الفريق مباراة الداخلية النهاردة باستاد السويس الجديد، وده في إطار مباريات الجولة 29 ومسابقة الدوري الممتاز. واستمر غياب الخماسي عمر جابر وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وناصر منسي ومحمد عبد الشافي، وانضم ليهم أحمد بالحاج، بينما ضم أوسوريو اللاعب الشاب محي جمعة. فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عاشور خسر أمام نظيره مولودية بوسالم التونسي المنظم 3-2 في نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة بتونس. هنروح لملاعب الكرة العالمية، والبداية مع الدوري الإسباني وفريق فالنسيا اللي فاز على ريال مدريد بنتيجة 1-0. المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، وتراجع فريق ريال مدريد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وفريق فالنسيا في المركز 13 برصيد 40 نقطة. أتلتيكو مدريد فاز على أوساسونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي فريق أتلتيكو مدريد بقى في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وضمن المشاركة رسميا في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، ووقف رصيد أوساسونا عند 47 نقطة في المركز العاشر. ونروح للدوري الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا احتفل بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مواجهة تشيلسي اللي حسمها لصالحه بهدف دون مقابل على ملعب الاتحاد، وده ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي. فريق برايتون فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي بيتواجد فريق برايتون في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما بقى ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة.
نروح للدوري الألماني، فريق بروسيا دورتموند فاز على نظيره أوكسبورغ بنتيجة 3-0، وفي المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح في الجولة 33 من مسابقة الدوري الألماني بونس ليجا، وبكده بيتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف بايرن ميونخ، ووقف رصيد أوكسبورغ عند النقطة 34 في المركز ال 14. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وجازلي علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر. دينا بشكرك، شكرا جزيلا.